لامين يامال موهبة العصر، لاعب اتجمعت فيه كل المهارات، بيقولوا عليه خليفة ميسي في الملاعب. أكاديمية برشلونة ولادة، كل يوم بتطلع موهبة جديدة، وآخرها هي لامين يامال، لاعب برشلونة الشاب واللي بيعتبر أصغر لاعب في تاريخ برشلونة بيشارك في الماتشات. طيب مين هو اللاعب ده؟ تعالوا هنقول لكم على كل حاجة في موقع بصراحة. أكاديمية برشلونة قدمت العديد من النجوم لكرة القدم، طبعاً أول اسم بيجي في بالنا هو الأسطورة الأرجنتيني ميسي، وغيره من اللاعبين كان آخرهم هو لامين يامال. اللاعب هو أصغر من ينضم لقائمة فريق على مر التاريخ باعتباره أصغر لاعب يشارك رسمياً مع الفريق الكاتالوني، وده حصل بعد ما المدرب تشافي خلاه يشارك في مباراة ريال بيتيس بالدوري الأسباني واللي انتهت بفوز برشلونة 4-0. لامين يامال هو لاعب كرة قدم من أصول مغربية من مواليد 2007، بيلعب بصورة أساسية في مركز الجناح الأيمن اللي هو نفس مركز ميسي، لكن كمان عنده المقدرة إنه يلعب على الجهة اليسرى أو كصانع ألعاب. بدأت مسيرة يامال في كرة القدم في أكاديمية برشلونة، وفرض موهبته نفسها على الجميع وخلته ينتقل بين فرق الفئات السنية سريعاً. ورغم صغر سنه شارك يامال مع فريق تحت 16 سنة في عام 2021، وفي غضون عام واحد انتقل لفريق تحت 19 سنة، وهو عنده 15 سنة قدر يشارك مع الفريق الأول لبرشلونة أمام ريال بيتس علشان يكون أصغر لاعب في تاريخ النادي الكتالوني على الإطلاق يشارك بقميص الفريق الأول. القدم اليسرى الذهبية اللي عند اللاعب كانت كافية إن الجمهور والمحللين يشبهوه بميسي، ده بالإضافة لمهاراته اللي قليل لما تلاقيها الأيام دي. الخبراء في أكاديمية برشلونة شايفين إنه في حالة الاعتماد على يامال كمهاجم وهمي هيكون شبه هالاند، وإن الأفضل ليه هو اللعب في العمق بالقرب من المرمى، ووقتها هتتضاعف فايدته وشراسته الهجومية. علشان تشافي المدير الفني لبرشلونة قرر إنه يكون متواجد مع الفريق الأول بصفة مستمرة علشان يزود المعدلات التهديفية مع ليفاندوفسكي. تفتكروا لامين يامال هيقدر فعلا يكرر مسيرة ميسي ونشوف موهبة جديدة في الملاعب؟ ده اللي هنعرفه الأيام اللي جايه.